حاجه اسمها فوتوشوب. وجه المبتسم الشاب اكتشفت في الايام الاخيره الحقيقه ان هو ما بيشتغلش بالدعايه مثل الاخرين. الحاجه الثانيه ودي كانت المفاجاه، ان كم الشباب الولاد والبنات اللي تحت ال30 ما شاء الله يعني في قدر كبير جدا من التواصل بينه وبينهم، لانه بيتكلم زيهم ولانه كمان شبههم. النهارده بعد الفقره الاخباريه هيبقى معانا المرشح المحتمل الشاب المبتسم الاستاذ حازم صلاح أبو سمية.